السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكون انت داخل على موقع وبعد كده يقول لك عايز تستقبل من النوتيفيكيشن ولا لا، فبحس ان ممكن تدوس يس، فتلاقي كل 5 دقايق يظهر لك اعلان وحاجات تضايق يعني. فاعرف ناس بتغير ويندوز عشان حاجة زي كده، والامر بسيط. اجي هنا واقول له انا عايز ادخل في السيتنج، وبعد كده ادخل في ادفانسد، وبعد كده سايت سيتنج، الاقي حاجة اسمها نوتيفيكيشن. هتلاقي دي كل الحاجات اللي معمول لها بلوك، ودي الحاجات اللي متوافق عليها لو في حاجه متوافق عليها. انا تقريبا موافق بس على الحاجات الخاصه بجوجل، انما كل الحاجات التانية مش موافق عليها. طيب هاجي على الحاجه اللي هي معمول لها الاو ديت، لو انا مش عايز يبقى ليها الاو اهيت، هتيجي هنا على ال3 نقط دول وتقول له الاو او اديت او ريموف. تمام، يعني هنا دول اللي هو متوافق عليهم، فتيجي على هنا ده بيقول لك انت لازم توافق عليه. طب دوت تيجي هنا تقول له بلوك، لو عملت على حاجه كان متوافق عليها بلوك خلاص مش هتظهر لك تاني، او تقول له ريموف، شيلها خالص من القوائم اللي متوافق عليها او مش متوافق عليها. تمام، فتلاقي مثلا دخلت مثلا على موقع معين، فتلاقي قفل كل شويه يطلع الناس، فتروح عامل له ايه، بلوك بلوك بلوك. اي موقع يضايقك تروح عامل له بلوك، زي مثلا موقع فور شيرت، داخل انا عشان احمل حاجه فكل شويه يظهر لي اعلانات، فانا بقول له بلوك ما تظهرليش الاعلانات دي كل شويه.